أهلا بكم من جديد. لازلنا نتابع مع حضراتكم حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور، بعد التحية، أهمية القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت للتخفيف عن المواطنين؟ من الحماية الاجتماعية بتقدر 180 مليار جنيه. طبعا الحزمة دي لقت في الشارع المصري تقريبا بتمس شرائح المجتمع. في 74 مليار 13 مليون مواطن، زيادة طلب الإعفاء الضريبي عن الأجهزة بالإعفاء 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وده رقم كبير جدا بالنسبه لنا اللي احنا دكتور مصطفى، حضرتك لو تسمعني، يعني محتاجين يعني نتحرك علشان وضوح الصوت. بسأل حضرتك مرة تانية عن أهمية القرارات المهمة اللي أصدرها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت بالنسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين. هو بكل تأكيد طبعا فخامة الرئيس بيحاول يساند المجتمع المصري عن طريق حزمة كبيرة جدا من الدعم لحماية المجتمع من الآثار التضخمية اللي حدثت خلال العام الماضي. صحيح. سيد الرئيس، طبعا الحزمة دي تعتبر من أهم الحزمات المالية بتقدر ب 180 مليار جنيه، لها صدى كبير جدا الحمد لله من الأمس حتى النهاردة في الشارع المصري والكل الشرايح والقطاعات. طبعا بتعتبر زيادة 50% في الحد الأدنى للأجور، في رفع الإعفاء الضريبي للعاملين بكل أجهزة الدولة من 45 ألف جنيه ل 60 ألف جنيه، شايفين في زيادة طبعا في المعاشات بحوالي 74 مليار جنيه. كل ده النهاردة الدولة بتهيئ المجتمع المصري كانت لمواجهة التضخم. فأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية اختص السيد وزير الماليه باستقطاع جزء من الموازنه لدعم يعني المواطنين يا فندم. صحيح. التكلفه اللي بتتحملها الدوله في هذا التوقيت رغم الاوضاع العالميه يعني، وطبعا برامج الحمايه الاجتماعيه دايما بتلعب دور كبير في دعم المواطنين. هو طبعا بكل تاكيد خلينا نقول ان نظرا للظروف الاقتصاديه العالميه والمؤثره علينا تاثير كبير، السيد الرئيس وجه ان يكون في مسانده من وزاره الماليه عشان تساند يعني الغلاء اللي لحق بمستويات الاسعار على العام الماضي. الحزمه بتعتبر 180 مليار جنيه، رقم مش قليل، رقم كبير. صحيح. زياده في اجور العاملين والهيئات الاقتصاديه، كل ده النهارده مسانده او دعم كبير من الدوله للمجتمع المصري، خاصة في التوقيت الحالي اللي هو قبل دخول يعني شهر رمضان الكريم، وده كمان الحمد لله قبل كمان اعتماد الموازنة اللي هي بتعتبر في 1/7 القادم. ففي تصور وفي ارتياحية كبيرة جدا من المجتمع المصري ان في تواكب دايما في تحسين مستويات الدخل للأسر وللمجتمع المصري عن طريق الدعم او طريق الحزم الحماية الاجتماعية اللي بيقدمها السيد الرئيس ووزارة المالية للدولة المصرية. حينما تضع الحكومة برامج الحماية الاجتماعية ويكون لها دور كبير طبعا في دعم المواطن، يعني هذا بيؤكد أنه المواطن يعد أولوية أولى لدى الحكومة رغم كل الجهود الكبيرة اللي بتبذل في مشروعات اقتصادية كبيرة. هو خليني أقول لحضرتك أن من أهم برامج الحماية الاجتماعية الأولوية الأولى دايما عند فخامة الرئيس، يعني دايما السيد الرئيس بيولي أهمية كبيرة جدا للمواطن المصري حتى في لقاءاته في الشارع ولقاءاته العادية اللي احنا بنشوفها كل يوم جمعة. بيولي اهتمام ان هو يستمع للمواطن المصري، يتعرف على المشاكل، يتعرف على الوضع المجتمعي في يعني على أرض الواقع. علشان كده دايما بنشوف مثلا برنامج حياه كريمه، برنامج من اهم البرامج اللي بتقوم بيها الدوله. صحيح. بيمس القرى، بيمس المواطنين في الارياف والنجوع. ده امر في غايه الاهميه، ولكن النبادي الامر اكبر علشان بيمس الدوله المصريه كلها، ونعلم جيدا ان التضخم بزيادته اللي هي الفتره السنه الماضيه دي، اعتقد كان السيد الرئيس رفع المرتبات ورفع الاجور قبل كده وعدلها في الموازنه اللي هي بتنتهي في 30/6 القادم.
ولكن الحمد لله النهارده يعني في شهر فبراير برضه قبل الموازنه رفع الحزمه التمويليه للحمايه الاجتماعيه. ده بيواكب يا فندم المتغيرات العالميه والتاثيرات على يعني تاثيراتها على المواطن. بالتأكيد. وده دايما الاولويه اللي الاستاذ الرئيس بيحرص عليها، بيشوف المجتمع متطلباته ايه، قدره الموازنه شكلها ايه، قدره الاموال اللي هي داخل الموازنه قد ايه، علشان يقدر يهيئ المجتمع دون اعباء ماليه على الدوله وعلى الموازنه، بل بالعكس ولا على المواطن كمان يقدر يديله قدره ماليه زياده. اكيد اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.